Previously, part two. In the previous lecture, we said about our talk about the part one, اللي هي كانت normal flora وموجودة in the intestine or other side of the body, وتكون شنو تتحول in certain condition to pathogenic one, to pathogens. Today, I would talk about the true pathogens, اللي هي Shigella salmonella, Shigella and salmonella, in addition to other genus, not belong to the enterobic triasis, but have the same characteristic feature. Same character, مثلا الشيب under microscope, المورفولوجي تشبه جماعة الانتيروبيك ترياسي لكن عندها أيضا other criteria can differentiate from enterobic ترياسي لكن دائما احنا ناخذها سوية لأنه تشبه الشكل تشبه الانتيروبيك ترياسي. واضح الصوت شباب؟ نعم نعم زين. هاي outline اليوم الأشياء اللي حناخذها بالمحاضرة طبعا مثل كل محاضرة الإبيديميولوجي البروبرتيز pathogenesis والديagnosis clinical science diagnosis وtreatment. هنبدي بالشيجلوسيز اللي هي ايضا هذا الشيجلوسيز known as bacillary dysentery. طبعا هذا الميزه عن اللي الاميبيك dysentery انتم بالكورس الثاني ان شاء الله حتاخذون طفيليات. الطفيليات اللي انتمي بها هيستولوجيكا كوز اميبيك dysentery ايضا بلادي دياريا. فناخذ هذا احنا bacillary من اسمه bacillary dysentery معناها شنو؟ caused by bacteria bacilli اللي هي الشيجله. الشيجلة natural habitat of Shigella is the intestinal tract of a human and other primates. يعني هي تكون أكثر شيء بالhuman primates, not infect animals. Shigella are transmitted by 4F. هي الفود حتى لا تنسون 4F اللي هي شنية food, fingers, feces and flies. لكن هذه شنو تكون هاي كvehicle vehicle كلها تكون contaminated with feces containing microorganisms. يعني هسه مو هي مثلا مو الفلايز تكون هي مصابه بالشيجلا وتصيب الهيومن، لا هي تكون ناقل فيكال تنقل المايكرو اورجانيزم تنقل تكون ملوثه بالستول وتنقلها الى الهيومن يعني وين انجستد مثلا فود كونتامينيتد وذ فيسز باي فلاي ترانسميتد باي فلاي هاي تنصاب بالشيجلا. فتنتقل from person to person طبعا اذا هي المين route of transmission or main mode of transmission of Shigella هو شنو ingestion of contaminated food and water by this 4F. Most cases of Shigella infection occur in children under 10 years of age. طبعا دائما هي تكون بالاطفال احنا الحالات اللي نشوفها 5 الى 10 سنوات اكثر شيء. There are four groups and types of Shigella. عندنا الجروب اي هو هذا الموست باثوجينيك وان اللي هو شيجلا دايزنتيريا. شيجلا دايزنتيريا هذه سوينا بلادي دياريا هي سوينا ديزنتري بالعامي احنا نسميها ديزنتري. جروب بي شيجلا فليكس نيري وهذا اكثر نوع موجود عندنا كومن بالعراق احنا يعني البحوث اشارت الى انه هذا النوع الكومن بالعراق. شيجلا الجروب سي هو شيجلا بويدي وذا لاست وان جروب دي شيجلا سوني وهذه سوينا مايلد سيلف ليميتد انفكشن سيلف ليميتد مايلد سوني. طبعا الجنرال بروبرتيز اوف شيجلا هي يعني similar to all members of enterobic triasis gram negative rods. هذه تكون نون موتايل. لما تكون نون موتايل معناها شنو؟ ما عندها فلاجيلا احنا قلنا هي لوكوموتر part of مايكرو اورجانيزم هو الفلاجيلا. هذه تكون نون موتايل facultative anaerobes but grow basically aerobically يعني هي تقدر تعيش بالايروبيك اند anaerobic condition لكن انه تنمو احسن بالاوساط الهوائيه او بالظروف الهوائيه. All Shigella ferment glucose مثل بقيه اعضاء الانتيروبيك ترياسي لكن مو they don't ferment lactose. الشيجلا هي نوع non lactose fermenter with the exception of Shigella soni هذا النوع الوحيد من الشيجلا اللي هي تكون fermenter ferment lactose فهذا يميزها ايضا عن بقيه اللاكتوز فرمنتر اللي حكيناها احنا بالمحاضره اللي كانت عندنا ايكولاي لاكتوز فرمنتر الانتيروبكتر لاكتوز فرمنتر الكليبسيلا لاكتوز فرمنتر. هذه الشيجلا والسالمونيا هي نون لاكتوز فرمنتر اللي حناخذ السالمونيلا ايضا والسيدوموناس ايضا هي نون لاكتوز فرمنتر لكن عندنا وان سبيشيز اللي شيجلا سوني تكون لاكتوز فرمنتر من هذه المجموعه وهذه السبيشيز يعني بيلونج تو ذا جينوس شيجلا.
شي يقول له فورم اسيد بط ريرلي برودوس غاز. عندنا لما نحطها اكو فد ميديا اسمها تي اس اي تربل شوجر ايرون تستخدم للديتكشن اوف اسيد اند غاز برودوس باي مايكرو اورجانيزم. نشوف انه شي يقول له برودوس اسيد بط نوت ما تعطينا غاز حتى نميزها عن السالمونيلا اللي تعطينا بوث اسيد اند غاز. هاي ايضا من ضمن الاشياء اللي نستعملها بالمختبر حتى نميز بين الجيناس والسبيشيز. Group A هي تكون طبعاً all member of our all species of شغله ferment mannitol with the exception of group A اللي هي من يقلنا group A شغله dysenteria هي تكون mannitol non-fermenter. هم أيضاً هذه other criterion used in the laboratory to differentiate between species. هسا نيجي على pathogenicity ما شغله pathogenicity عفواً تكون الشغله شنو هي الصفه الخاصه او المهمه بيها انه تكون هايلي كوميونيكابل. يعني شنو هايلي كوميونيكابل؟ يعني تكون الانفكتيف دوز مالتها كلش قليله بحيث يعني احنا البكتيريات كلها يعني دائما الانفكتيف دوز منها 10 اس 5 10 اس 5 يعني ايش قد 100 الف الى 10 اس 8 100 مليون. لكن هذه الوحيده اللي انه حتى بعض يعني 10 باور 2 يعني 100 اورجانيزم كان كوز انفكشن. وهذا اصلا بعض يعني المصادر تقول انه 10 شقلات فقط تسوي الاصابه. لذلك هذه تكون يعني هايلي انفكشس هايلي انفكشس يعني هايلي انفكتيف او هايلي انفكشس تنقل هايلي كوميونيكابل لانه تكون لو انفكشس دوز لو انفكتيف دوز عندها. هذه الصفة الخاصة بها. Limited to the gastrointestinal tract, bloodstream invasion is quite rare. دائما وين تكون الإصابة بالانتستين؟ يعني ما تدخل للدم، ما سمعتها invasion، قليل أحيانا، حالات نادرة تصير تدخل للدم. شو قلنا invade the mucosal؟ شلون تصير الباثوجينيسيتي مالتها؟ أنه تسوي لنا invasion للميوكوزال epithelial cell اللي هي من هي موجودة بالانتستين الام cell، usually M cell by phagocytosis، وthen escape from the phagocytic vacuole, multiply and spread within the cytoplasm. تطلع من الفاكيول الفاجوسيتيك فاكيول وتصير لها تكاثر multiplication بالسيتوبلازم and passage to the adjacent cell. تصيب لنا الخلايا الاخرى. لذلك نتيجه حركتها يعني هروبها من مو حركتها هي نون موتر لكن هروبها من الفاجوسيتيك سيل ليش تسوي تحطيم للجدار للفاكيول وتنقل للسيتوبلازم وتتكاثر بالسيتوبلازم وتصيب الخلايا المجاوره. ايش حتسوي لنا بهذه الحاله؟ حتسوي لنا مايكرو ابسيسز، تسوي لنا ابسيس وتسوي لنا نكروسس بالتشو وتسوي لنا سوبرفيشال السيريشن اضافه الى البليدنج اللي يصير وفورميشن اوف سيدو ممبرين اللي هو موجود باللارج انتستين اند ترمينال اليوم. اذا هذه ليش يصير عندنا بلاد دياري احيانا؟ نتيجه هذه الباثوجينستي مالتها. نو يسوي ديستركشن ودائما تصيب من خليه لخليه بذلك يسوي لنا سيدو ممبرين. وعم مرور الزمن يصير شنو؟ جرانيوليشن اند سكار تشو فولز ذا السرز. الالسر تتكون وبالتالي هي يصير شنو؟ امبيرمنت بالانتستين ببعض يعني بعض الاجزاء من الانتستين يصير لها امبيرمنت بتصير نتيجه الاصابه بالشي قله. شنو هي الفيريلنس فاكتور؟ شنو هي الفيريلنس فاكتور اللي البروديوس باي شيجلا وتساعد على الباثوجينيسيتي مالتها؟ هي التوكسينز. احنا مثل ما نعرف مثل بقيه الانتروبكترياسي او اكو احنا تو تايب اوف توكسين بروديوس باي انتروبكترياسي الاندوتوكسينز وهذه حكيناها تذكرون من المحاضره الاولى قلنا الاندوتوكسين هو عباره عن لايبوبوليساكرايد هو البوليساكرايد بورشن اوف lipopolysaccharide اللي هو contribute to the septic shock irritation of bowel wall. لكن شو وقت ينطلق؟ شو وقت هذا يطلع؟ upon autolysis of microorganism لما يتحطم الميكروorganism او يموت او يعني يتحلل يطلع هذا ينطلق ويسوينا الcomplication مالته. زين بعد شنو عندنا؟ الشيء الثاني هو produced by شقله هو شقله وسبيشالي او سبيسيفيكلي شقله دايزنتيريا. هذه تكون لانه فلهذا تكون مور باثوجينيك produce exotoxin. شقله دايزنتيريا تايب 1 نسميها ايضا شيغا باسيلس produce heat labile antigenic and lethal exotoxin that affect both the gut and central nervous system. ولذلك هذه عندها fatal nature
ليش الشقله دايزنتيريا خطره من تصير بالاطفال خاصه؟ ليش تكون فيتال؟ ليش يموتون الاطفال؟ واذا صابت الالدرلي ايضا، اذا صابت الاولد ايج يعني ليش؟ لانه تصيب بالجات وتصيب السنترال نيرفس سيستم بنفس الوقت، مشكله عندنا. بالنسبه للجات اذا صابتها شو سوينا؟ هو يكون نوعين من التوكسين، الانتيروتوكسين والنيوروتوكسين، اللي هو بوث ار اكزوتوكسين. الانتيروتوكسين بروديوس دياريا، وبعد شنو يسوي لنا؟ انهبت الشكر عند امينو اسيد ابزوربشن ان سمول انتستين، لذلك يسوي لنا ديهايدريشن، راح يمنع عنا الامينو اسيد والشكر انه يصير ابزوربشن، ويصير بروفيوز دياريا الهايدروليتيك يعني الموليكيولز، ويسوي لنا الفلويد كلها يصير اكسسيف سكريشن اوف فلويد، وبالتالي شو يسوي لنا؟ بروفيوز دياريا. النيوروتوكسين شو يسوي لنا؟ هذا كوز مننجس ماس كوما، ذس كونتريبيوت تو ذا فيتال نيتشر اوف الشغل عفوا دايزنتيريا انفكشن. اذا هذه ليش تكون خطره الاصابه بالدايزنتيريا خاصه تايب 1؟ لانه هي تصيب الجات والسنترال نيرفس سيستم، وخاصه بالسمول تشايلد وبالالدرلي، وهي مهمه طبعا لانه هسه تشوفوها بحياتكم انه بعض الاطفال يصابون بالشقله او حتى الاعمار الكبيره فوق 65 احيانا يعني يديدون يموتون لانه نتيجه اصابه السنترال نيرفس سيستم والجات. زين اكو سؤال؟ شكرا دكتوره. تمام. الكلينيكال فايندينجز، الانكيوبيشن بيريد 1 تو 2 دايز، الابدومينال بين، فيفر، ووتري دياريا، اداي اور سو ليتر. يعني بالبدايه اول شيء تبدي شنو عندنا؟ فيفر ووتري دياريا بعد ما صار بيها بلاد وميوكس، اداي اور سو ليتر بعد يوم او يومين او اكثر، ستول انكريزز يعني الفريكونسي اوف ستول انكريزز، والكونتين ميوكس اند سم تايمز بلاد، سيفير ستومك كرامبينج اور تندرنس. عنده اهم شيء خاصيه انه يميزه عن السالمون لانه يصير الم بالمعده، سيفير ستومك كرامبينج، سترينينج اجهاد عن تنس ماس ريكتال سبازم. هاي ايضا من صفه خاصه بالشقله انه يكون عندها ريكتال سبازم، لما تجينا حالات يقولنا وياها ريكتال سبازم عنده معناها هذا شنو؟ راسا نشك انه هو شقله وذ لور ابدومينال بين. طبعا شنو يصير عندنا؟ انه سبسايد سبونتينيوسلي ان 2 تو 5 دايز، يعني اكثر حالات الشقله ما تحتاج تريتمنت سيلف ليمتد، هي من كيفها تشفى. لكن اذا قلنا حاله الشقله دايزنتيريا وتكون خطره لازم نعطينا لازم يدخلون ينطون علاج. ان تشايلد اند ان تشيلدرن اند ايلدرلي الديهايدريشن، يعني هذا الانفكشن ليد تو ديهايدريشن اسيدوزز اند ايفن ديث مثل ما حكينا وقلنا. ذا اولنس ديو تو شقله دايزنتيريا مي بي بارتيكولرلي سيفير اون ريكفري فيو ريمين كرونيك انتستينال كالريارز. هذه الاصابه بالشقله احيانا تشوفون مظهريا يشفون لكن هم شنو عندهم؟ يبقون كارير فور مونث اند فور يير، يبقون فوق لمده سنه او حتى اشهر يعني يبقون كارير. هذا شو يسوي ذول الكارير؟ يكونون شيدر يقومون ينقلوها ويطرحوها باماكن ويسوون يكونون سورس اوف انفكشن، سورس اوف انفكشن. زين دايجنوسيس اوف شقله، طبعا احنا دائما بالدايجنوسيس شنو بالبدايه نفكر؟ السامبل او سبيسيمن اللي انكلود بالشقله انكلود فريش ستول وريكتال سوابس فور كلتشر، نسوي لها كلتشرنج حتى نسوي ديتكشن للمايكرو اورجانيزم. السمير هاي سويناها احنا بالمختبر وعرفتوها انتم هي شو نسوي، هذا السلايد سمير نسميه، وايش تطلع لنا بالاكثر شيء بالشقله؟ احنا لانه هي تسوي سيدو ممبرين ونكروسز فدائما ويا الستول شو يطلع لنا؟ ليوكوسايت وريد بلاس سيلز، ده اكثر شيء نشوفها حتى اكثر من البكتيريا. قد ما تظهر البكتيريا عندنا بالسمير يظهر لنا بس اليوكوسايت والريد بلاس سيلز، يعني هي سوت الفعل بالانتستينال وول، يعني ما طلعت هي البكتيريا موجوده هناك لكن اللي ينطرح شنو هو؟ هي هذول الدبريز واليوكوسايد والريد بلاس سيلز، فما نشوفها اكثر شيء نشوف هذني الاشياء. زين بالكلتشر شو ايش نستخدم؟ اكيد احنا دائما عرفنا انه دكتور فادي انطاكم بالمختبر اكو ديفرنشال ميديا واكو سيلكتيف ميديا، وعندنا الماتيريال ار ستريكت هذه ناخذها هي يعني السبيسيمن اون ديفرنشال ميديا اكزامبل مثل ديفرنشال ميديا مثل منو؟ الماكونكي اجار اي ام بي اثنين مثل بلو اس هذا اجار اللي هو ايوسين عفوا مثل بلو اجار، هذا مهم للديفرنشيشن بتوين الانتيروبكترياسي، قلنا هذا تذكرون اخذناه بالايكولاي، قلنا الاي ام بي هو شو يكون؟ ديفرنشال ميديا ان سيلكتيف فور ايكولاي، ينطينا جرين ميتاليك شين
من عدا كلهم البكتيريا تعطينا هذا اللون للايكولاي حتى يميزها، والبقيه يطلعون نون لاكتوز فرمنتر بيب. Selective media used for detection of Shigella here Hecton enteric agar or SS agar اللي هو سالمونيلا شيجلا agar، هذا يستخدم for both سالمونيلا and شيجلا وزايلوز لايسين ديوكسيكولات ايضا ال XLD agar. ذني كلش مهمه هذني for to يعني نسميها selective and differential media for detection and differentiate between species and and genus يعني in laboratory. البايوكيميكال تيست يوز تو تو ديفرنشيت شغله هي مثل ما قلت لكم تي اس اي تريبل شوجر ايرون اجار، انه تعطي قلنا هي تعطينا اسيد وما تعطينا غاز شغله، وتكون نون موتايل ايضا شود بي سبجكت تو، وطبعا انه تكون نون موتايل هذا اكو موتيلتي تيست نستخدمه هو سيمي سوليد ميديا ونسوي بها ستابينج للشغله بي ونشوف انه اذا اكو ديفيوجن along the line of stop هذا شنو معناها؟ انه الشيء المايكرو اورجانيزم هو يكون موتايل تحرك فصار ديفيوجن، اذا بقى الستاب يعني اللاين اوف ستاب عدل وما صار بي ديفيوجن معناها هذا المايكرو اورجانيزم شنو يكون؟ نون موتايل، هي نون موتايل. ايضا نسوي لها سبجكت تو سلايد اجلوتينيشن باي سبيسيفيك شغله انتي سيرا، هذا ليش نستخدم السلايد اجلوتينيشن؟ فور ديتكشن اوف سبيشيز سيروتايب اند سبيشيز بات نوت ديتكشن اوف تايتر اوف انتي بودي ان بلاد، لانه ليش احنا ما نستخدم هذا التايتر بنسوي تايتريشن للشغله مثل السالمونيلا، لانه هي قلنا بالبدايه شو تكون؟ هي تكون شنو؟ ليميتد تو جاسترو انتستينال تراكت ان ريرلي انفيد بلاد، فماكو انتي بودي الها، مو دائما الها انتي بودي، فما عندنا ما نقدر نستخدم الاجلوتينيشن تيست. السيرولوجي، سيرولوجي از نوت يوز تو دايجنوست شغله انفكشن ما نستخدمها، لان قلنا هي ما تصير انفيجن للبلاد ستريم. تريتمنت اوف شغله هسه شلون نعالجها خاصة الحالات السيفير مثل شقلة دايزنتيريا شو نستخدم لها؟ نستخدم لها اكيد سيبرودار اللي هو سيبروفلوكساسين اند كو ترايموكسوزول اللي هو ترايمثبريم سلفاميثاكسوزول، تعرفون انه هو الكو ترايموكسوزول هو شنو؟ هو كومبينيشن اوف ترايمثبريم يعني مثبريم وسلفا هو الكو ترايموكسوزول، بينما ماني كيسز اوف شقلة ار سيلف ليميتد، مو كل الحالات الشقلة تحتاج نعطي انتي بايوتيك، مو كل الحالات بس السيفير كيسز اللي هي كوزد باي شيجيلا دايزنتيريا تايب 1 هذه تكون لازم نعطي تريتمنت الانتي بايوتيك، بقيه الحالات سيلف ليميتد احيانا تفوت وتطلع حتى بدون كلينيكال ساينز. الكنترول شلون نسوي كنترول الشيجيلا؟ طبعا اكيد ما طول هي النقل مثل ما قلنا بالبدايه باي 4 اف اللي هي الفود والفيزز والفنجر والفلايز، فشو نسوي؟ لازم سانيتري كنترول اوف ووتر الفود الميلك السويج ديسبوزال فلاي كنترول كلها لازم نحاول نسوي لها كنترولينج. ايضا ايزوليشن اوف بيشنت اند ديسانفكشن اوف اكسكريتا اللي هذول يكون عندهم شيدر هم اللي يكونون كارير لازم انهم نسوي ديسانفكشن الاكسكريتا مالتهم. ديتكشن اوف سب كلينيكال كيسز اند كاريرز بارتيكولارلي فود هاندلر خاصه اللي حاملين الطعام، لان احنا قلنا شو يسوون هذول؟ هم كونتامينيشن باي اكو سؤال طلاب؟ يكون اكو سؤال؟ شكرا دكتوره. اسمح المايك مفتوح حتى لا يصير صدى، ولدي سدوا المايك، بناتي اولادي سدوا المايك. عندنا اذا هو detection of subclinical cases and carriers particularly food handlers and antibiotic treatment of infected individual. هذه الشقله خلصناها، اكو سؤال عليها الشقله؟ تمام، هسه نبدي بالسالمونيلا. The second bacteria in this lecture is Salmonella. Salmonella are often pathogenic for human and animals. يعني مو بس الإنسان ينصاب بها، أيضا الحيوان ينصاب بها. وعندنا they are transmitted from animal and animal products to human. إذا شلون تنقل هذه السالمونيلا من الأنيمال والأنيمال برودكتس يعني منتجات الديري برودكت مثلا الميت البولتري أي شيء نستخدمه من الحيوان قد يكون سورس اوف انفكشن يعني السالمونيلا يكون يعني هو حامل البكتيريا وينقلها للهيومن. They cause engineer disease caused by salmonella enterocolitis enteric fever اللي هي typhoid fever حمى التايفويد وسبتسيميا and osteomyelitis. التايفويدال سبيشيز ار سالمونيلا تايفي، طبعا هذول كلهم هم شنو هم؟ هم سالمونيلا انتريكا اسمها يعني المين سبيشيز هي سالمونيلا انتريكا، لكن اكو سيروفير منها اللي هي سالمونيلا تايفي وسالمونيلا باراتايفي اي اند بي.
احنا لانه نكتبها بس باسمها الوحيد كسبيشيز نكتب لها سالمونيلا تايفي تي سمول تايفي، بينما بحاله انه لما عندنا اذا نكتب سيروفار لازم نكتب سالمونيلا انتيريكا سيروفار سالمونيلا تايفي، سدوا المايك شباب، سالمونيلا تايفي تي بهذه الحاله لازم نكتبها كابيتال لتر، لكن احنا عندنا ناخذها كسبيشيز، واحنا حكينا التسميه بالبدايه النومنكليتشر، اذا لما نكتب سبيشيز شنو نكتب؟ الاسم الاول للجينوس يكون كابيتال لتر، والاسم الثاني شنو للسبيشيز؟ سمول لتر الحرف الاول، زين، لكن اذا كان سيروفر يكون الاسم الثاني للسبيشيز هو كابيتال لتر. هنا عندنا احنا ماخذيها كسبيشيز بصوره عامه، ف سالمونيلا تايفي وسالمونيلا بارا تايفي ايان كبير. النون تايفويدال سبيشيز، هذه تايفويدال سبيشيز. النون تايفويدال سبيشيز ماني سترين اوف سالمونيلا انتريتيدس والكوليريس سويس، عندنا تو تايب اوف نون تايفويدال هي الانتريتيدس هذه سوينا انتيروكولايتس والكوليريس سويس اللي هو سوينا سبتسيما اند بكتريميا. زين الجنرال بروبرتيز، اكو سؤال شباب؟ الجنرال بروبرتيز ماكو سؤال، الجنرال بروبرتيز اول شيء تكون هذه نميزها عن الشقله، هي تشبه الشقله تحت الميكروسكوب، لكن شنو تكون هذه؟ تكون موتايل وذ بيريترايكوس فلاجيله، شنو بيريترايكوس فلاجيله؟ شوفوا حاطت لكم الصوره مالتها انه الفلاجيله اللي عليها داير تحيط المايكرو اورجانيزم من كل الجوانب، بيريترايكوس فلاجيله. بينما الشقله تكون نون موتايل، هاف نو فلاجيله. سالمونيلا grow in simple media, never ferment lactose or saccharose, ما تكون non lactose fermenter. They form acid and sometimes gas, gas from glucose and mannose و produce H2S. هذه الكاركترستيك فيتشر مالتها انه بالمختبر تعطينا ال H2S اللي هو شنو هو هذا؟ H2S ينطينا البلاك كلر للكولونيز، يعني الكولوني اللي هي الكاركترستيك شيب اوف كولوني اوف سالمونيلا هي تكون بلاك. ليش؟ لانه سالمونيلا بروديوس H2S. They survive freezing in water for long period ولذلك لما ناخذ البولتري ونحطه بالمجمده ويكون هو contaminated with سالمونيلا ما راح تنقتل او تموت بالمجمده، لما نطلعه ونتعامل treated or dealing with for cooking يعني لما نجي نطبخه واذا ايدنا ملوثه واكلنا واحنا اكلنا وشربنا وايدنا ملوثه وتلوث الاكل والشرب راح تنتقل على الرغم انه كانت الدجاجه او اي شيء بالمجمده كانوا او الميت يكون شنو؟ على الرغم يكون جامد ما راح تنقتل السالمون اللي هي عندها ريزيستنس للفريزنج. ايضا تكون ريزيستنت تو سيرتن كيميكالز مثل البريليانت جرين مثل الصوديوم تتراثايونيت مثل الصوديوم ديوكسيكوليت، هذين المواد الكيميكالز ايش فيها؟ نتيجة انه تكون المايكرو اورجانيزم ريزيستنس تو ذيس كيميكال كان ذيس كيميكالز ادد تو ذا ميديا وبالتالي هذه الكيميكالز كان انهبت اذر مايكرو اورجانيزم اذر ذان سالمونيلا تفيدنا بتحضير الميديا مال سالمونيلا حتى تقتل لنا الاذر نورمال فلورا او اذر اورجانيزم وتبقى بس تكون سيلكتيف للسالمونيلا هذه الميديا يستخدموها اذا هذه المواد الكيميائيه بالميديا لتحضير اللي محضره لزراعه السالمونيلا فور جروث اند كلتشرنج اوف سالمونيلا لانه تسوي شنو؟ انهبت اذر انتريك بكتيريا. ابيديميولوجي سالمونيلا تايفي سالمونيلا كوليري سويس اند بيرهاب سالمونيلا باراتايفي اي اند بي ار انفكتد فور هيومن اند فروم هيومن سورسز يعني هي كاريرز ذول الكاريرز يكونون ينتقل اضافه الى انه قلنا احنا من الانيمال تنقل لكن هذه ان اديشن تو هيومن يعني يكون انه من هيومن لهيومن تقدر تنقل. The reservoir for human infection are poultry, pigs, rodents, cattle, pigs. Pigs يعني شنو؟ Pigs يعني حيوانات الزينة. هي from turtle to parrots. من ال هاي الترتل الزواحف إلى الباروتس الببغاوات. فعندنا إذا هي هذه تكون كلها reservoir. كل تقريبا كل الأنيمال. Large animal والsmall animal كل هي شنو هي؟ carrier. Reservoir خازن للسالمونيلا. وبالتالي كان ترانسميت تو هيومن وان تريتد او يعني لما بعضهم يكونون يتعاملون مع الحيوانات الزينه بالبيوت وبالمزارع او خاصه بالمناطق الريفيه فتكون هي سورس اوف انفكشن. ذا انتري فيا ذا اورال روت وذ كونتامينيتد فود اند ووتر اذا هسه ايضا مثل الشقله شلون يكون المود اوف ترانسميشن للسالمونيلا انجشن اوف كونتامينيتد فود اند ووتر. The main infective dose is انتبهوا على الانفكتيف دوز السالمونيلا 10 باور 5 to 10 باور 8
سالمونيلا. But perhaps as if you ask 10^3 سالمونيلا تايفي organism. هذه causative agent of typhoid fever. سالمونيلا تايفي حمى التايفويد. منو تكون يسببها سالمونيلا تايفي؟ هذه تكون low infective dose. لذلك تشوفون انه دائما بالسالمونيلا شنو يصير عندنا؟ يصير تيفو. هذا التيفو يسموه بالعامية. الناس هواية تنصاب اول ما يجي الصيف، يبدون ياكلون الموطة المثلجات وهذني السوالف كلها. شو تكون هذه؟ الحليب ما مبستر زين موجودة في المنطقة، فلهذا تكون source of infection. وبالتالي هواية ناس اول ما يجي الصيف يصابون بالتيفو. Among the host factors that contribute to resistance to salmonella infection هي الـ gastric acidity والـ normal intestinal flora والـ local intestinal immunity يعني الـ IgA especially IgA. ليش هذني؟ هذني لما تروحون بمطعم مثلا، تروحون المطعم وتقعدون تاكلون كل العائلة، تشوفون انه واحد من نفس الأكل إذا أكلته، هي صينية مثلا حطيته كلكم أكلتوا منها، ليش يصير عندنا واحد من العائلة يصير عنده مثلا نوزيا وvomiting profuse diarrhea؟ ليش هذه؟ ليش مو الكل؟ تعتمد شنو؟ تعتمد انه هو الريزيستنس يعني اللي هي الهوست فاكتور، هاي يسموها انه ريزيستنس اوف يعني اوف هوست فاكتور، هوست ريزيستنس اوف هوست. فشنو بعضهم انه يعني بعضهم الجاستريك اسيديتي مالته تختلف طبعا اكيد فاريبل، بعضهم عالي بعضهم ناصي، وذن ذا رينج، هو وذن ذا رينج اكيد هي 5 إلى 3، بس بعضهم عالي بعضهم يقتلها السالمونيلا. نورمال انتستينال فلورا بعضهم تكون اكتف مالتهم الفلورا، وبعضهم الاميونيتي عاليه عندهم، لذلك ما ينصابون. عرفتوا شنو الفرق؟ لذلك اكو اشخاص ينصابون واكو اشخاص ما ينصابون مع انهم ياكلون من نفس الطبق اللي يبيه السالمونيلا. زين اكو سؤال دكتور؟ تمام. كلينيكال فايندينجز اند باثوجينيسيز. هسه سالمونيلا برودوس 3 مين تايب اوف ديزيز ان هيومن. شنو هي؟ اول شيء الانتريك فيفر، تايفويد فيفر، هذه طبعا هي الباثوجينيك فورم اوف، اهم واحد بها هي الانتريك فيفر او التايفويد فيفر. الكوزيتيف ايجنت سالمونيلا تايفي، سم تايمز اكل باي اذر سيروتايب لكن ذا مين برومينت وان يعني هي السالمونيلا تايفي. ذا انجست سالمونيلا ريش تو ذا سمول انتستين، انتر ذا لينفاتكس اند ذن تو ذا بلاست ستريم. Organism multiply in the intestinal lymphoid tissue, especially pyrus patches, and are excreted in the stool. تروح وينها؟ ingested من الماوث وتوصل للانتستين. الانتستين تقعد بالبايرس باتشز، من البايرس باتشز تنتقل للبلاست ستريم وتروح تتكاثر بالبايرس باتشز، وبعدين تروح شنو؟ تنقل تدخل للبلاد وتنقل ترانسميتد تو اذر اورجنز انكلودينج انتستين، يعني ترجع من البلاد كاريت تو اذر اورجنز انكلودد وترجع للانتستين. واهم شيء وين تروح اكثر شيء؟ همين بالقلب لدر، حتى بالليفر توصل، باللنج توصل. السالمونيلا مشكله يعني انه بالمن تدخل الدم خاصه هاي تايفويد فيفر، لذلك يصير عندهم سخونه والاهل اللي حمى التايفويد ويعني كل شيء يعني ونحول كل جسمهم ينصاب كانما. لانه هي سالمونيلا في حاله تكون تنتشر بالدم يعني. After incubation period 10 to 14 days يعني 2 weeks to 3 weeks تقريبا هي. Fever rise to high plateau، توصل حراره عاليه. Malaise, headache, constipation, bradycardia, myalgia occur. The spleen ايضا تصير شنو؟ سبلينو او هيباتوسبلينوميغالي sometimes occur. و rose spot ايضا rare case. Rare case وين يصير هذا؟ بال skin of abdominal and chest. بعض الاحيان يصير and skin of abdomen and chest. يصير عندنا شنو؟ هيجي مثل الراش. The principal lesion، اهم شيء انه شنو هي البرنسبل ليجن اللي يصير بالسالمونيلا؟ هي الهايبربلاجيا والنكروسيس الليمفويد تشو اللي مثل ما قلنا هي اهم وحده. البايرس باتشز، الهيباتايتس وذ فوكال نكروسيس للليفر، وانفلاميشن اوف جالب بلادر لان هي تستقر بالجالب بلادر، موجوده تكون مستقره بالجالب بلادر وخاصه بالحالات اللي تكون كرونيك اللي تحت بالكرونيك وبالكارير. وين تكون السالمونيلا بالكرونيك وبالكاريير؟ بالقلب لدر، حطوها ببالكم. بريوستيوم باللانج اند اذر اورجنز. وين ما تروح تسوي لنا مصيبه انفكشن، وين ما تروح تسوي لنا انفلاميشن وانفكشن. كومبليكيشن والانتستاينال هيمو، شنو هي الكومبليكيشن اللي تصير؟ اكيد هي هيموراجيك اند بيرفوريشن، تنزل في الانتستين نتيجه الاصابه بالسالمونيلا. تريتمنت وذ انتي بايوتيك ريديوس ذا مورتيليتي ريت فروم 15% تو ليس ذان 1%. هو بوجود الانتي بايوتيك طبعا هو العلاج لها لحالة التايفويد فيفر. زين هسه كملنا التايفويد فيفر. ذا سكند فورم اوف انفكشن وذ سالمونيلا هو البكتيريا وذ فوكال ليجن. هذا ما يروح، ماكو الانتستاينال مانفستيشن، تكون ابسنت ما موجوده. لكن شنو؟ طبعا هذا كوز باي سالمونيلا كوليري سويس، بات ماي كوز باي اذر سيروتايب.
following oral infection, مثل ما احنا قلنا هو oral ingestion او infection, there is early invasion of the bloodstream. رأسا تدخل هذه bloodstream with possible focal lesion in lung, bone, meninges. ايضا ما طول وصلت للبلاستريم شو حسوينا؟ سوينا وين ما تروح سوينا focal lesion. زين, ثالث واحدة اللي هي الانتيروكولايتس, كانوا قبل يسموها الجاستروانتيرايتس. انتيروكولايتس caused by salmonella typhimurium and salmonella enteritidis. Enteritidis هي the prominent cause of enterocolitis. طبعا الـ incubation period هي 8 to 48 hours after ingestion of salmonella. There is nausea, headache, vomiting, profuse diarrhea. هاي من ضمن الكاركترستيك فيتشر الساينز اوف انتيروكولايتس بحالة السالمونيلا, يكون profuse diarrhea with few glucosides and stool. low grade fever, شوفوا هناك بالهاي تايفويد فيفر شنو؟ الفيفر رايز تو هاي بلاتو. هنا low grade fevers common but the episode usually resolve within 2 to 3 days, يعني يكون self limiting تقريبا. inflammation lesion of the small and large intestine are present, where bacteremia تكون rare بهذه الحالة in about 2 to 4%, ما عدا في الأشخاص اللي هم immunocompromised or immunodeficient persons, هذول يكونون أكثر إصابة وقد تكون بكتيريميا عالية عندهم. diagnosis, اكو سؤال على clinical signs شباب, الباثوجينيسيتي حكيناها, اكو سؤال عليها حتى نبلش بالdiagnosis؟ ترى بلشي شباب, اذا عندكم سؤال مو مشكله, بعد ما اكمل المحاضره حضروه سألوني. diagnosis عندنا specimens, احنا دائما بالdiagnosis مثل for all bacteria انه دائما عندنا مهمه اهم شيء specimen. السبيسيمنز عندنا هي بحاله السالمونيلا لانه هي انفكت اول ماني اورجانس, وبالتالي نقدر ناخذ البلاد, نقدر ناخذ البون مارو, ايضا نقدر ناخذ اليورين, الستول. فاذا كان البلاد فور كلتشر ماست بي تيكن ريبيتدلي, عندنا البلاد والستول تيكن ريبيتدلي, ناخذ له ايتش 7 تو 10 دايز انترفالز. فناخذ شنو البلاد فور كلتشر ماست بي تيكن ريبيتدلي, an enteric fever and septicemia. Blood culture are often positive in the first week of the disease. انتبهوا, the blood culture يطلع لنا بالenteric fever, typhoid fever والseptisemia, شو وقت يطلع لنا البوزيتيف؟ during the first week. البون مارو ايضا during the first week you can be useful for culturing. urine culture, اذا اخذنا urine culture may be positive after the second week, ما يطلع بالfirst week, بس the blood بالfirst week والبون مارو, لكن اليورين كلتشر سكند ويك. والستول شو وقت يطلع لنا؟ سكند تو ثيرد ويك في حاله الانتيريك فيفر. انتبهوا بالانتيريك فيفر, تايفويد فيفر, بينما بحاله الانتيروكولايتس, انتيروكولايتس اذا اخذنا ستول وزرعناه يطلع لنا ديورينج ذا فيرست ويك. اذا حاله انتيروك التهاب المعده والامعاء, التهاب الامعاء يعني, اذا اخذنا الستول وزرعناه يطلع لنا شنو؟ يطلع لنا بالاسبوع الاول. لكن بحاله الانتيريك فيفر الحمى التايفويد شنو الستول شو وقت يطلع لنا البوزيتيف؟ بالاسبوع الثاني او الثالث. البوزيتيف كلتشر اوف ديدينال درينج استابليش ذا برسنس اوف سالمونيلا ان ذا بليري تراكت, وهذه حاله اكثر شيء قلنا وين تكون؟ بالكرونيك او الكارير, بالكارير او الكرونيك. نشوف انه شنو تكون السالمونيلا موجوده بالجلب بلادر, بالبليري تراكت والجلب بلادر. البكتيريولوجيكال ميثود فور ايزوليشن اوف سالمونيلا, هي طبعا عندنا الريتشمنت كلتشر ستول بالسيلينيت بروث والتتراثيونيت بروث, هذه اثنيناتهم هي يستخدمون بها مواد تقتل انهبت اذر انتريك مايكرو اورجانيزم اند الاو ذا جروث اوف سالمونيلا اولي سالمونيلا. هذه مهمه نسميها انريتشمنت كلتشر. ديفرنشال ميديا هنا نفسها اللي حكينا عليها, الايوسين مثلين بلو والماكونكي اجار والديوكسيكوليت ميديا. سلكتيف ميديا ايضا مثل الشقلة هي سالمونيلا اس اس اجار, سالمونيلا شقلة اجار, هيكتولينتريك اجار, الاكس ال دي, ديوكسيكولين ستريت اجار, هذه كلها تكون شنو؟ سلكتيف للسالمونيلا. واكو وحده سلكتيف يعني سبيشالي فور سالمونيلا اللي هي بزموث سلفيت ميديوم, permit rapid detection of salmonella typhi which form black colonies because the production of H2S. هذه تكون special media or selective or specific media او special media نسميها for salmonella typhi. والبايوكيميكال عفوا biochemical reactions, ومثل ما قلنا TSI ما عندنا غيره, هذا نستخدمه بالسالمونيلا بالايكولاي بالانتروبكتريسي, مهم لان يعطينا الاسيديتي يتغير اللون بي والغاز يعطينا, واضافه الى انه وجود شنو حاله السالمونيلا
ال H2S، فالكولوني تطلع لنا فد لون اسود بلاك في بالتست تيوب، معناها انه هذه سالمونيلا. The second method for detection or diagnosis of salmonella هي serological method، وهذه أكثر شيء يستخدموها بالمختبرات عندنا، بالمختبرات الأهلية، مختبرات الكلية. إحنا يعني مستشفى الكاظمي كانوا يستخدموها بعد قاموا استعاضوا عن الـ PCR. هسه الـ site agglutination test هو هذا أكو الـ preliminary diagnosis، preliminary identification of salmonella by slide agglutination test. هذه الحالة نعرف فقط positive ونegative. To identify unknown culture with no sera. هذه أكو commercial kit بال O antigen يستخدمون، هو anti sera يعني antibody، وإحنا ما نعرف ال culture هي ال antigen، فش نستخدم إنشاء أنه يكون يعني إحنا ال non sera هو sera anti sera لل O antigen، وال unknown culture اللي هي إحنا ماخذيها مثلا من الستول أو شيء ما نعرف هذه زرعناها طلعت لنا بكتيريا ما عرفنا هذه شنو البكتيريا، ناخذها نحطها على السلايد ونحط وياها الكوميرشال انتي سيرا اللي احنا هم مصنع جايبين اياه، ونشوف انه فورم اوف كلامبينج كان بي اوبزرفد وذين ا فيو مينتس. اذا كان الكلامبينج معناها هذا شنو صار؟ معناها عندنا صار بوزيتيف، اذا هذا مصاب، هذا بوزيتيف، عرفنا انه بوزيتيف، لكن لحد الان ما عرفنا التايتر مال انتي بوديز قد، مو التايتر مال انتي بودي بحاله السالمونيلا يتحكم بالاصابه، احيانا يصير كلامبينج بوزيتيف بس يطلع فولس بوزيتيف، فولس بوزيتيف. فلذلك نعتمد عليه على الويدال تيست اللي هو التيوب اجلوتينيشن او التيوب عفوا ديليوشن تيست، التيوب ديليوشن تيست اللي نعتمد عليه باكثر شيء بالدايجنوسيس، وهو ايضا التيوب ديليوشن تيست هم بفولس بوزيتيف فولس نيجاتيف يطلع. فهو التيوب ديليوشن اجلوتينيشن تيست هذا شنو يكون؟ هذاك قلنا انه تكون النون سيرا وذ انون كلتشر، بهذه الحاله لا، احنا نريد نشوف السيره السيرم التايتر مال الاجلوتينين، لانه هذا الاجلوتينين during the second week sharply increase، وبالتالي نعتمد عليه بالدايجنوسيس. الاجلوتينين سيرم اجلوتينين sharply during the second and third week of salmonella typhi infection sharply rise increase، وبالتالي نعتمد عليه بالدايجنوسيس. احنا هسه بهيجي حاله شنو؟ يكون عندنا الانتيجين اللي هو اما او انتيجين او فاي انتيجين. فاي تتذكرون بالبدايه قلنا من هو الفاي؟ هو الكابسولر انتيجين لانه يسموه كي، لكن في حاله السالمونيلا يسمى فاي ريفير تو فيريولنس. الفاي انتيجين والاتش انتيجين هذه شنو تكون؟ هذه تكون معروفه بهذه الحاله. اللي ما معروف شنو هو؟ السيرم، نريد نعرف التايتر مال الانتي بودي. فناخذ اتليست طبعا نفس الشيء ريبيتدلي تو سيرم سبيسيمين اوبتين عن انترفال ات انترفالز اوف 7 تو 10 دايز. سيريال ديليوشن اوف انون سيرا ار tested against antigen from representative salmonella اللي هي محضريها. طبعا الريزلت تكون اذا كان rising بالتايتر against the O antigen of more than 1 to 160 هذا معناه شنو هو؟ active infection. اذا rising بالتايتر against the H antigen more than 1 to 640 معناها هاي الحاله positive، بس ما نعرف انه هي active infection او passive، يعني passive او قديم او chronic ما نعرف. لكن بحالة انه بس انه هي بوزيتيف، لكن شلون نعرف الاكتيف انفكشن؟ اذا احنا بهاي الحالة طبعا هم يختبروها اتجاه ثلاث انتيجينات بنفس الوقت، اذا طلع لنا الاو اكثر من 160 التايتر او 160 فما فوق يعتبر بوزيتيف. الهاي تايتر اوف انتي بودي تو باي انتيجين هذه تدل على انه شنو؟ الحالة كارير. ليش كارير؟ لان السالمونيلا قعدت وسوت لها كبسولة، ولذلك حالة قديمة، مصابة قديمة، فصار كورونيك او كارير. عرفتوا شلون؟ بينما الاكتف والبوزيتيف تكون انه يعني جيد للاصابه اكيوت، وبالتالي انه التايتر يصعد لل 160 او اكثر من 160. Other test used for the detection of salmonella هو الاليزر انزيم اميونو اسي ميثود، ايضا البي سي ار مولكيولر ات مولكيولر ميثود، يعني مولكيولر ميثود او ات جينيتيك ليفل هي البي سي ار، ات دي ان اي ليفل او جينيتيك ليفل. هسه كملنا الدايجنوسيس اوف سالمونيلا، نجي على التريتمنت. شلون نعالج السالمونيلا؟ اول شيء احنا لازم ننطي الانتريك فيفر تريتمنت، لانه هذه فيفر وهاي بلاتو اوف فيفر، فانتريك فيفر عند بكتيريميا وذ فوكال ليجن ريكواير تريتمنت، وايل انتيروكولايتس داز نوت ريكواير تريتمنت، يعني اكسبت ان النيونيت، فقط بالنيونيت والالدر اذا صاروا هم كبروا وهم يعني كلش كبار يحتاجون تريتمنت اكيد. انتيروكولايتس اذا صار خاصه عندهم سيفير دياريا وصار عندهم ديهايدريشن فلازم نعطيهم علاج. امبسيلين
الامبسيلين عندنا نعطيه هو شنو هو ترايمتب الامبسيلين ان اديشن تو الكوترايموكسوزول اور ثيرد جنريشن سيفالوسبورين هم اكثر شيء يستخدمون هسه السيفترايكزون. السيفترايكزون بيلونج تو ثيرد جنريشن سيفالوسبورين. السيفترايكزون كانوا قبل تذكرون يستخدمون الكلافوران اللي هو سيفتوكسيم سيفاتوكسيم، هسه لا صار اكثر شيء سيفترايكزون بالمستشفيات واستعاضوا عنه بالايميبينيم ايضا هسه بالجديد. Replacement of fluid and electrolytes أكيد لأنه صار عندنا dehydration بالدياريا. Most carrier the organism persist in the gallbladder مثل ما قلنا وحكينا particularly if gallstones are present and in the biliary tract. Some chronic carrier have been cured by ampicillin for long period يعني نعطوهم ampicillin for prolonged period وبالتالي أنه شنو يصير أنه يشفى الكارير لازم يعالجون الكارير لانه يصير هو شيدر ينطينا دائما مستمر يطرح يصير سورس اوف انفكشن. زين اكو سؤال على السالمونيلا؟ هسه ننتقل الى السيدو. ايضا السيدو موناس هذه اذر جينوس هي ليش اخذناها ويا الانتيروبكترياسي تكملتها كل الانتيروبكترياسي لانه هي ريزمبل انتيروبكترياسي مورفولوجيكلي تشبهها. لكن الفرق بيناتهم؟ اكو بعض الفروقات هسه راح نحكيها، قبل ما نحكي الفروقات وشنو يعني ليش تشبهها، نجي اول شيء انواع الموست امبورتنت سبيشيز هي سيدوموناس ايروجينازا. سيدوموناس ايروجينازا هي opportunistic كوز opportunistic انفكشن اوف مالتيبل سايتس، تصيب كل الجسم، كل حتى الشعر تصيبه، السيدوموناس ايروجينازا مصيبه وهي مصيبتها شنو تكون؟ اكس دي ار، اكستنسفلي دراج ريزيستنس، ما تستجيب لاي علاج. وخاصة الاميونو سبريست بيشنت مصيبة يسوينا كلش مصايب يعني فد بكتيريا إلى درجة مقاومة وعنيدة ولا تستجيب لأي علاج وبالتالي إنه تكون فيتا الإصابة بها. وبالخرديريا أو بالكورديريا يسموها سبيشيا أيضا هذه كانوا قبل هي السيدو يسموها بالخرديريا بعدين شافوا إنه أكو أذر سبيشيز تشبه السيدو هي البالخرديريا أيضا تسوي ريسبيراتوري تراكت انفكشن سبيشالي إن سيستيك فايبروسيس بيشنت وحتى السيدوموناس السيستيك فايبروسيس بيشنت وتسوي يو تي اي والابورتشنستيك انفكشن. بالخرديريا سيدومالي ايضا ابورتشنستيك بولموناري انفكشن اور سبسيس. هذني الثري سبيشيز بيلونج تو سيدوموناس جينوس. الامبورتنت بروبرتيز سيدوموناس ار جرام نيجاتيف روتس هذا ريزمبل منو؟ انتيروبكترياسي ممبر اوف انتيروبكت ذي ار ستريكت ايروبس هذيك قلنا كانت فاكولتاتيف ان ايروبس هذه شو تكون؟ كونستريكت ايروبس وبالتالي انه ديرايف انرجي اونلي باي اوكسيديشن اوف شوجر راذر ذان فرمنتيشن. ديك كانت شنو بالنسبه للانتيروبكترياسي؟ كانت انه فاكولتاتيف كان جرو ان ذا بريسنس اور ابسنت اوف اوكسجين. هنا هذه لا لازم وجود الاكسجين وما تسوي فرمنتيشن. شو تسوي ناذر ذان فرمنتيشن؟ سوينا اوكسيديشن اوكسيديشن اوف شوجر. اذا هذه اهم صفه لها تميزها عن الانتيروبكترياسي انه تكون اوكسيديز بوزيتيف عندها انزيم الاوكسيديز هذا هو سايتو يشتغل على سايتوكروم ويسوي لنا درايف الانرجي باي اوكسيديشن. زين ايضا نون فيرمنت لاكتوز اند جلوكوز وبالتالي هذا يختلف عن الانتيروبكترياسي قلنا كلها اول فيرمنت جلوكوز بات نوت اول فيرمنت لاكتوز هذه نون فيرمنت لاكتوز تعطينا نون لاكتوز فيرمنت. سترين اوف سيدوموناس ايروجينازا ان سيستيك فايبروسيس بيشنتس هاف ا بروميننت سلايم لاير جلايكوكاليكس اللي عندها شنو جلايكوكاليكس ذير كولونيز ار فيري ميوكويد تعطينا تتذكرون بالبدايه المحاضره الانترودكشن اخذنا الجلايكوكاليكس قلنا اذا كانت ويل ديفاين تعتبر كبسول اذا نوت ديفاين شو نسميها جلايكوكاليكس سلايم لاير. سلايم لاير ميديت ذا ادهيرنس تو ذا اورجانيزم to the respiratory tract and to prevent antibody from binding. اذا تكون هي شنو؟ فيريونس فاكتور الها هذه تمنع وصول الانتيبودي للمايكرو اورجانيزم وشنو تميديت او تسهل فاسيليتيت ذا ادهيرنس اوف اورجانيزم تو ذا respiratory tract او تو ذا epithelial cell اوف respiratory tract. سيدوموناس ايروجينازا produce two pigments useful in clinical and laboratory diagnosis. البايوسيانين هاي عندها characteristic features used in the laboratory for detection. هي شنو هي؟ البايوسيانين give a blue, a greenish, or a green blue pass color in skin infection and burn patients. دائما هي شو تصيب؟ skin infection تسوينا مثلا تصيب لنا الوند، السوتشر، البيرن اشكال كل مناطق الجسم تصيبها. البايوفيريدين هذه فلوريسين تعطينا يلوش جرين بيجمنت
ديشي بلوش جرين، هذه يلوش جرين او بلو، ديشي هاي يلوش جرين بيجمنت ان ذا لابوراتوري. هسه اوريكم اياها بالميديا المستخدميها، حاطت لكم صوره. الابيديميولوجي طبعا هذه تكون كنورمال فلورا ان ذا كولون اوف 10% اوف بوبيوليشن. Also found in moist area of skin as a normal flora and in upper respiratory tract of hospitalized patients. هاي موجودة كنورمال فلورا. Pseudomonas aeruginosa has ability to withstand, شوفوا شو تكون withstand تقاوم disinfectants, antiseptics, detergent، حتى بالصابونة تعيش. تخيلوا حتى Pseudomonas aeruginosa، احنا مو نغسل ايدنا حتى نعقم ايدنا ونغسلها نطهرها من المايكرو اورجانيزم، هي حتى بالصابونة تعيش. بالديسنفكتنت بالانتيسبتيك ان هوسبيتال كوزز كونتامينيشن اوف ريسبيراتوري ثيرابي الانستيتيك اكويبمنت الانستيزيا الاكويبمنت الانترافينوس فلويد اند ايفن ديستيلد ووتر، حتى التاب ووتر مال المغسله موجوده بيه بالديستيلد ووتر اللي هو معقم. ايش قد يعقم الديستيلد ووتر موجوده بيه؟ ماكو بكل مكان. هسه احنا شغلنا بالمختبر من نشتغل نريد نعزل البكتيريا هاي، تذكرون من تريدون تعزلون السترب بالمختبرات البارحه السترب تو الستاف، احيانا يصير عندنا بالانكيوبيتر من نحطها اوفر نايت ثاني يوم نشوف وياها سيدومونس. يعني مصيبه موجوده بكل مكان سوينا تلوث. سيدومونس ار ايبل تو جرو ان تاب ووتر ان ذا هوسبيتال انفايرمنت ان اميونو سبريست ان ذوز وذ نيوتروفيل كاونت اوف ليس ذان 500 بير مايكروليتر اند ان ذوز وذ اندويلينج كاثيترز اللي يستخدمون هذول الاندويلينج كاثيتر يستخدمون ان كيس اوف 10 to 20% of nosocomial تسوي causes 10 to 20% of nosocomial pneumonia. هي اذا شو سوينا nosocomial disease من ضمن الاسكيب بكتيريا، احنا عندنا اسكيب ثاني مجموعه من البكتيريا هي تضمن تشمل عفوا تتضمن او تشمل الفيرست ليتر اوف ايتش مايكرو اورجانيزم، فالسيدو من ضمنها الاسكيب، هي البي اوف اسكيب هي سيدو، يعني هي انت ايكولاي اسكيب السالمونيلا كذا كذا الستريبتوكوكس عفوا او ستافيلوكوكس الكليبسيلا اسكيب، هي عباره عن مجموعه من بكتيريا تسوي لنا نوزوكوميال انفكشن. والنوزوكوميال انفكشن احنا حكينا وقلنا هو شنو هو دائما؟ نيمونيا اليو تي اي بكتيريميا اند ووند اند ديفايس انفكشن. Pathogenicity based on multiple virulence factors اللي هي الاندوتوكسين causes symptoms of sepsis and septic shock مثل ما حكينا بقية الجرام نيجاتيف بكتيريا، والاكزوتوكسين produce exotoxin A which cause tissue necrosis inhibit. شلون يسوي لنا tissue necrosis؟ تسوي لنا اليوكاريوتيك بروتين سينثيسيس تسوي له inhibition by ADP ribosylation of elongation factor 2، وتعرفون انه هذا الالونجيشن فاكتور 2 important for protein synthesis تسوي inhibition له. Enzyme such as elastase protease هذه شنو تسوي لنا؟ invasion للبلاد ستريم نتيجة production of enzyme هذه الالاستيز هي possess elastase and protease facilitate invasion of organism to blood stream. البايوسيانين تسوي لنا damage cilia and mucosal cell of the respiratory tract. البايوسين type of bacteriocin even produced هاي كلها تعتبر شنو؟ virulence factor produced by microorganism and cause pathogenicity of microorganism. عرفتوا؟ اذا هي هاي الفيرولنس فاكتور هي تكون تساعد بالباثوجينيسيتي مال المايكرو اورجانيزم. The clinical findings of Pseudomonas تسوي لنا urinary tract infection, pneumonia, burns and wound infection causing sepsis. Mortality rate greater than شوفوا اللي mortality rate بها خمس اكثر من 50% بحاله السبتسيميا سبسيس cause black necrotic lesion and skin called الاكتيما gangrenosum وايضا سوينا الاوستيوكوندرايتس التهاب العظام والغضروف of the foot. اوريكم الصور حاطت لكم اياها. Endocarditis intravenous drug users الكورنيال infection هذول يستخدمون اللينسز يسوي احيانا التهاب بالكورنيا. عندنا سيفير مالجنت اوتيتس اكسترنا ايضا فوليكولايتس سبيشالي ان ذوز ان سويمينج بول يعني او هوت تاب ذول يستخدمون. وهذه الصور تشوفوا الاشياء اللي تسويها شوفوا حتى بالجنجيفا هنا سوينا شنو سوينا ابسز مالجنت اوتيتس اكسترنا هذه الكورنيال انفكشن وهذه البلاك فوت نسميها وكلها حتى النيل تسوي له بارونيتشيا هذه نسميها بارونيتشيا او برونيكيا انفكشن هذه الحاله استخدموها بالمايكولوجي
اعطيكم اياها دكتوره اسهار، كلها من ايضا نسويها سيدوماناس. لابريتوري داينوس اوف سيدوماناس هي جروز طبعا هي السبيسيمن اي اني سايت اوف انفكشن ناخذ نقدر من عنده سامبل او سبيسيمن. Grows as non-lactose fermenting, colorless colonies on Mekonki or EMB agar. Biochemical reaction إنه هي تكون أهم شيء عندها oxidase positive بينما Enterobacteriaceae oxidase negative. A typical metallic sheen of the growth on TSI اللي هو إحنا ينطينا قلنا الغاز والأسيد والH2S بحالة السالمونيلا. هنا شطينا في شيء characteristic criteria هي typical metallic sheen مالتها الكولوني تكون لماعة. coupled with the blue-green pigment وإضافة إلى وجود البيجمنتيشن اللي قلنا هي البيوسيانية والبيوفريدين بتعطينا blue-green pigment on ordinary nutrient agar and triptic soy agar اللي هي selected media للسلمون للسيدو عفوا and fruity aroma. عندها أيضا characteristic criteria إنه بها ريحة مثل الفواكه المحمضر fruity aroma. Identification and for epidemiological purpose by pyrocyan typing and bacteriophage. هذه شوفوا بالتريبتك سوي اغار سيدوموناس شطتنا هنا انطتنا بلوش جرين وهنا تعطينا اما يعني هنا شنو البايوسيانين وهنا شنو نطتنا اليلو الشجرين اللي هي ناتي شنو ناطيتنا بالنيوترينت اغار يعني ناطيتنا انه البايو بريدين بايوسيانين وبايو بريدين هاي البيجمنتيشن مالتها ميتها. بالنسبه للتريتمنت اوف سالمونيلا طبعا ينطوها هم شنو بيتا لاكتام لكن اكو سبيشالي يعني يوزد فور عفوا مو سالمونيلا فور سيدو سبيشالي يوزد فور سيدوموناس هو شنو هو؟ هو الانتي سيدومونال بنسلين اللي هو بيبراسيلين كومبايند ويز تازوباكتام اور تايكارسيلين كومبايند ويز كلافيولينيك اسيد يعني بيتا لاكتاميز انهبيتر ننطون يعني بيتا لاكتام بلاس بيتا لاكتاميز انهبيتر. In addition to aminoglycoside, for example, gentamicin or amikacin. يعني دائما ينطوها combination of drugs. ليش ينطوها combination؟ يعني ما يفيد بها الدراج الواحد او السنجل الريجيم. لازم ينطوها ريجيم كامل شامل على عدة انواع حتى لانه عدها عدة mechanism of resistance. Drug of choice for urinary tract infection is ciprodar or ciprofloxacin. Prevention, طبعا هو اهم شيء keeping neutrophil count above 500 per microliter, removing indwelling catheters في حالة الإصابة نشيل السبب يعني. Taking special care of burned skin or wound or suture, أي شيء يعني. هذني الأشياء اللي حافظون عليها. شباب أكو سؤال؟ ماكو سؤال؟ شكرا دكتور. زين بالنسبة عندكم كويز اليوم بهذه المحاضرة مال اليوم حيصير الكويز ساعة خلينا نقول بثلاثة